السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي حلوين؟ هناخد حاجة جديدة النهاردة اسمها ياء الملكية. يعني ايه ياء الملكية؟ تعالوا نسمع قصة جميلة لها ونعرف من خلالها يعني ايه ياء الملكية. قصة بنت جميلة اسمها نور، عادت من المدرسة بلا حقيبة ولا ربطة شعرها ولا المعطف، فغضبت منها أمها لأن هذه الأشياء ملك ابنتها التي أهملتها، واتفقت معها على أن هذه الأشياء ملكها هي وحدها ويجب أن تحافظ عليه وتهتم به. وتعلمت نور الدرس وذهبت إلى المدرسة وبحثت عن أشيائها ووجدت، وعادت للمنزل وقالت: انظري يا أمي، ها هي حقيبتي وأقلامي وكتبي ومعطفي وربطة شعري أيضا، وسأحافظ على أشيائي لأنها ملكي. طيب يا حبايبي حلوين، احنا لاحظنا ايه دلوقتي عن حاجة نور؟ قالت ايه؟ أقلامي معطفي. يبقى في الآخر في ايه في الكلمة؟ ياء. يبقى في آخر كل كلمة هي بتقولها عن الأشياء بتاعتها ياء. ياء دي ياء الملكية. يعني ايه؟ يعني دي حاجتي، شعري، كتبي، أقلامي، حقيبتي، مدرستي. يبقى الحاجات دي ملكي، الأشياء دي ملكي، حاجتي أنا، فمي، يدي. طيب معايا كده نشاط واحد بيقول إيه؟ اقرأ. نقرأ كده مع بعض. شعري، حط إيدنا كده على شعرنا، ده بتاعي ولا بتاع حد تاني؟ بتاعي أنا. شعري، عيني، والعين موجودة فين يا حبايبي؟ في وجهنا، يبقى حاجتنا إحنا. فمي بتاعي أنا اللي باكل بيه، حد تاني بياكل بالفم بتاعي؟ فمي. يدي اللي أنا بكتب بيها وباكل بيها وبلعب بيها. نشاط اتنين بقول ايه؟ اقرأ وارسم ثم لون الكلمات التي بها ياء الملكي. معايا كده مكتوب ايه؟ هذا بيتي. نقرأ كده مع بعض. هذا بيتي. يبقى انا بقول ايه؟ هذا بيتي. يبقى البيت ده بتاع مين؟ بتاعي انا، يبقى ملكي انا مش بتاع حد تاني. هذا بيتي. طيب مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني ان انا هرسم البيت بتاعي ولون الكلمة التي بها ياء ملكي. طيب هنرسم البيت بتاعي، معلش بقى انا مش عارفة اظبط الرسم، لكن انتم بقى يا حبيبي هترسموا احسن مني. ده البيت بتاعي وده ايه؟ طيب فين الكلمة اللي فيها ياء ملكية؟ بيتي. يبقى انا ايه؟ هلون كلمة بيتي. طيب الجملة التانية مين هيقرأ معايا؟ ماشي يا حبيبي اقرأ. انام على سريري. يبقى فين الكلمة اللي فيها ياء ملكية؟ سريري، بتاعي انا اللي بنام عليه، يبقى ايه؟ سريري. ومفروض السرير بتاعنا يبقى ايه يا حبايبي؟ يكون منظم ومرتب، لان احنا قلنا ايه؟ النظافة والترتيب. سريري، كلنا بقى نرسم السرير بتاعنا. نعتبر ان ده سرير. طيب الصورة اللي بعد كده ايه؟ الجملة اكلت مع امي. يبقى كلمة ايه اللي فيها ياء ملكية؟ امي، هي مامتي انا، صح؟ يبقى انا هلون كلمة امي ونرسم نفسنا بقى واحنا بناكل مع ماما. كل واحد يرسم نفسه وبياكل مع ماما. لعبت مع ابي. يبقى الياء الملكية فين؟ ابي، هو البابا بتاع انا، بابايا انا. يبقى احنا هنلون كلمة ابي ونكتب ونرسم هنا بقى واحنا بناكل مع ماما، وهنا نرسم واحنا بنلعب مع بابا. ماشي يا حبايبي؟ يلا بقى نخلص نجيب الصفحة اللي بعدها. معايا يا حبايبي بقى النشاط رقم 3، اكمل كالمثال. هو جايب لي مثال، انا بقول ايه؟ هذا قلم. طب لو انا عايز اقول ان هو بتاعي هقول ايه؟ هذا قلمي، يبقى ملكي. طيب هو جايب هنا اول جملة ايه؟ نقرا كده. هذا دب. طب اقول ايه؟ هذا
اقول ايه بقى عشان يبقى بتاعي؟ دبي. يبقى انا اكتب هذا دبي. شطار يا حبايبي. اللي بعدها الجملة اللي تحتها هذا جرس، اقول ايه عشان يبقى بتاعي؟ يبقى هذا جرس. الجملة اللي بعدها هذه بنت، اقول عليها ايه؟ هذه بنتي. هذه لعب، اقول عليها ايه؟ هذه لعبي. يبقى الالعاب بتاعتي انا. هذه لعبي. برضو نلتزم بالكتابة على السطر بتاعنا. طيب النشاط اللي بعد، النشاط رقم 4، لون الكلمات التي بها ياء ملكية. بيتي فيها ياء ملكية ولا ما فيهاش؟ فيها، يبقى نلون بيتي. بيتي. رجلي فيها ياء ملكية؟ فيها. شطار، يبقى نلون رجلي. يوسفي فيها ياء ملكية؟ لا يا حبايبي، هو اسمه يوسفي. طيب يبقى سريري فيها ياء ملكية. ايه تاني كمان؟ ثوبي، يعني الثوب ده بتاعي ملكي. طيب كلمة رامي، هو اسمه رامي، يبقى مفهوش ياء ملكي. طيب معي نشاط رقم 5، اختر. هنختار ايه؟ نقرأ الجملة ونختار عليها الإجابة الصحيحة. ما يا حبايبي نشاط رقم 5 دوت، هنختار اختم. طيب ديت عبارة عن ايه؟ زي فزورة كده، انا اقول لك معلومات عن الصور اللي قدامنا، ديت معلومات عن حاجة في الصور اللي قدامنا، واحنا نختار الصورة الصح. هنا بيقول ايه؟ جسمي ضخم وثقيل، تبقى صورة مين؟ شطار، الفيل. لوني اخضر ولذيذ، خاص. بيتي في البحر، الأسماك والحوت القرش. شطار، زي ما أقول فزورة كده لما أقول إيه؟ جسمي كبير، صوتي زئير، أعيش في الغابة وأكل اللحوم، يبقى إيه؟ برافو شطار يا حبايبي، الأسد. معايا يا حبايبي؟ هنجيب الصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها مطلوب مني ايه؟ املاء وخط. اول نشاط مطلوب ايه؟ اكتب. اكتب ايه؟ اشوف كل صورة امامي واكتب الاسم بتاعها. طيب اول صورة امامنا دي صورة ايه؟ ممتازين يا حبايبي، فهد. تبقى صورة ايه؟ فهد. طيب وتاني صورة جنب صورة الفهد صورة ايه؟
مين معايا يقول لي سورة ايه؟ غزال. يبقى سورة ايه؟ غزال. طيب ممكن نحط بقى التشكيل كمان للكلمات اللي احنا كتبناها دي. على اول حرف احنا قلنا ايه؟ ف ف فهد، تبقى ايه؟ فتحة. طيب وغزال، غ فتحة. سورة. طيب والسورة اللي بعدها دي سورة ايه؟ ثعلب. س ثعلب، يبقى فتحة. س ثعلب. وآخر سورة سورة ايه؟ أرنب، برضو فتحة. نظبطهم بقى على السطر بتاعنا. كنا بنكتب بخط حلو، ممتازين يا حبايبي. طيب النشاط اللي بعد كده نشاط رقم 2، مطلوب مني ايه؟ اكتب الحرف الاول ثم كون كلمة. معايا يا حبايبي يا حلوين؟ اول صورة صورة قلم. اول حرف في قلم ايه؟ قاف، وعليها فتحة. ق قلم. طب تاني صورة دي صورة ايه؟ دائرة، يبقى ايه؟ دا. طب وتالت صورة صورة ايه؟ مثلث. يبقى انا اكتب هذه ايه؟ نكون الجملة الكلمة. ناخد تلات حروف مع بعض هيكونوا لي كلمة. نكتب كده مع بعض ق د مو، تبقى كونتني كلمة ايه؟ قدم. هذه قدم. معايا نكتب بقى حروف. هنكتب حروف تحت كل صورة من الصور دي. طب أول صورة دي صورة ايه؟ عقد. اسمه ايه؟ عقد. يبقى العين وتحتها ايه؟ كسرة. عقد. طيب وتاني صورة صورة ايه؟ نحلة. طب وتالت صورة؟ برتقال. طيب نكون الكلمة كده مع بعض كلنا. نكتب اول حرف ع، تاني حرف ن بو، يبقى كونت معايا كلمة ايه؟ عنبو. يبقى هذا ايه؟ عنب. معايا حبايبي نشاط رقم 3، مطلوب مني ان انا اكتب الجملة الموجودة ثم ارسمها. طيب الجملة اللي موجودة ايه؟ ثوبي نظيف وجميل. هكتب ثوبي نظيف وجميل. ثوبي نظيف وجميل. وكل واحد يرسم الثوب بتاعه في المربع الآخر. يبقى في أول واحد أنا هكتب الجملة، تاني واحد هرسم الثوب. أنا ممكن أرسم الثوب كده. كده يا حبايبي نكون انتهينا من النشاط بتاعنا املاء وخط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.